هو شركة الرأي إذا واحد ما يعتبروش من فرق صح كنا بالسابق كنا هو مش عارف يلزم متابعته بالتابع التطوع سنعمله معناها مثلا طرح التاشة دي كنو هو عادل مدارون عطيه في القريب العجل معناها وعادل خلالون الولاد يخطب على عادل يطهر مش كده فهمت داخل كوكب لنا في دوني معناها جدا تبلغ في كوري ومن طن معناها اللي بين فيه تو معناها بعد عادل في خطب هو شبك الزمان ايه خطب شو سيحك لانه شو يقوله من مصادر معناها صحيحة انه معناها يمد من الفلوس مكتبه مكتبه كل مرة ما لا بالمال بالفلوس ويدو لا تما المجموعة دي هكا الأولاد هم يركزوا معاه يشوفوا اسكو يحل في المال ديما ولا كان يحل في المال ديما راهو كلام صحيح اللي دار متاعه تعرفوه ولا لا يلزم نوري هيك ان شاء الله نطيح فيها نخطر العام البشر اي مركزية تطلعوها ما هذه دارة بتاعت مركزية هي دارة مكتوبة مقاولات جرية لا اسم البروموسيون بتاعه شو اسمه؟ شو اسمه؟ واحد نشوف في الريزيدونس راه محطوطة بروموسيون جرية محطوطة راه بروموسيون جرية في اللاكة ممكن نفس الاسم زاد خاطر حطت المشروع تنفيذ المشروع كذا وكذا وكذا لا يحط الادريس فلاك نعرفوها راه فلاك نعرفوها موجوده هي نعرفوها وين بلاك هذيك المعلقه فلاك وين جاي ما بين السفاره الناس شفتك الناس من بين السفارات والكون تاع البنيه تاعو فما بلاك كاتب عليه مقاولات جزائر فهمتني وحاط المهندس لور ومهندس ما عرف شنو وكذا لكم ما تعرفوا صفات هذاك البلاك اللي حطهم لي بروموتور حاط لعمل بلاك البلايك اللي عملوهم تعملوهم انتوما دي بروموتور كي تبدا عندك مشروع تحط اسم الادريس والتليفون موجود 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 ترى الاولاد معناها باش نفهموهم معناها يركزوا على طارق خنتاش طارق خنتاش تعرف كل واحد نتاعهم اي 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 لا باش نزيدو نفكر في الدار خاطر هي الإقامة هو يدخل من الإقامة فهمت يخرج من الإقامة الدار كتريم إنتاج كتريم إنتاج في الحبيب أنت أبيض أي خير اكتب الأحسن منك أبيض أنت أبيض أحسن سيرة سيرتي كتريم إنتاج حط كاتريم و تروازيام موجود في الكوان 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 الأربعة بتاع الصباح وأنا معنده قهوة هو يضرب ده فهمت معناها رجع اللغة معناها تاني معناها في بيلا بيتا بيلا بيتا قبل انترنت القهوة بيت القهوة بتاع عمدة هي في المنزل أنا منزل المنزل بيتا وين فما الكتوري صارت عندها قبل قديش متزل في ثلاث تحت أو ثلاث نقطة انت تحكي يا تو صفات تحكي على قهوة العمدة نحن عودة موش لا ما هو يقعد هو اللي يبغى لنا شفير 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 شف
مركزين معهم العلامات على صفاتها قاعدين تو مركزين على الخدمة هذه. حاجات صفاتها مع بعضها. شو في فيها واحد يقول شيء على حاجة. نتساوى كم تسيناها حكيت علامات. قيد قيد. قيد بلا قيد مقيد باش نغضوا رجلهم ان شاء الله. انا جد باش نرجعوا لها. تو راهو يستنى. مش بزيادة في الحرص وكا معلومة أنا خرجت اللي والله ما في باله مين عارف اللي هي في المساء ثم المساء يقول لك معناها يحضر في معناها تجمع معناها بتاع صحفيين وحد يعمل معناها نقولوا احنا يشم حرص صحفي عليا اللي ما حكيناهاش أنا انه مش نعمل ندوة صحفية ولا حاجة ما حكيناهاش برا بالكل. تسمع صحفي. جدي. أنا كنت نعمل ندوة صحفية. أنا لو ما سمعت حكيت حتى. في السنة في بيت وبيها وزهير. أنا من هذه مدبية معناها. أنا قصد المعلومة هذه سمعوها خرجوها. مش خرجوها. بالنسبة لي أنا حتى حد ما في باله. وحتى حد ما في باله بالصحفي، وحتى حد ما في باله وعايز تطلع حتى الناس نسمع منها الصحفي. شو الصحفي بتاعك؟ أقول لك اللي عندك غادي عدت في نسمة؟ عدت في المساء. المساء؟ فهمت هذا بيناتنا يبقى. أنا نعمل روحي درويش بقول اللي يعمل لك يهز وينفض، أما نقول لك خليك في بقعة. سمير معناها بكل صراحة أو ضعيف معناها يحكي برشا يبرجي برشا أنا يا أخي وسأل. لا 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 لا. بكل صراحة إذا معلومة تخرج أنا بالنسبة لي أنا ما عاد حاسب شيء. لا صحيح. أنا وقت اللي جبته مثلا السيد مثلا هيك اللي شريكي الكاميرا وشنو خرجت المعلومة. خرجت المعلومة بالنسبة لي أنا وفاق. بس. أي 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 صحيح. خرجت المعلومة تبقى صحيح. ما يلزمش تخرج معناها، يلزم معناها واحد يقول اثنين. طب سكرية. يقولوا ثلاثة. حاجة سمية سي فتحي يديها فماش. شوف صفات شفت ذاته ونحكي فيها. وزاد عطاني الدليل أمس سمية. حبيب لقيت أنا وش اسمه وقلت له كيف تعمل هكا بالراجل وكذا وشنو هو وبدا يحكي لي سمية. جاب حدايا مثلا العشية. سمير. بدا يحكي لي. لكن ما قاليش. اللي هو قال لكن انا عارفه من الاول دوبس دوب هم خرجوا في المساء فهمت اللي حب انا جابها روح البروف مش جابها انا والله كي نقول حاجه معناها في ابن ادم ما نعملش العمل خاطر مثلا انت عدنا وياك وعلي وتخرج معلومه من عندنا اما انا اما انت يا سير والله كي تعمل الحكمه ويبدا يحلف ليل ونهار والقران والدنيا بالنسبه لي منين خرجت المعلومه صحيح في حاجه نعرفوها في ثلاثه
لا لا احنا بالنسبه لنا احنا ليس سيدي استاذ مش لا ضرر ولا شيء فتح يا ودي ما قلتش نحكي لك حتى احنا مش نخرب في حاجه اللي يردوا بيتهم انتم بنفسكم لا لا اللي مع بالنا ما يخرج لا بوسيلو ما يخرج حتى شيء سواء هذا ولا هذا ولا اي حاجه اخرى لا سواء اظن حاجه توب سكري هما ما يعرفوش توب سكري كل صراحه كل هما ده كردو طيبين باهي ما عندي ما نقول اما بالنسبه لي انا حاجه سر ما عاد والله العظيم والله العظيم انت وغدو في بدايه كنت في سوفيا سوفيا جاء قال لي سي فتحي تو الندوه وكذا وانا عملت هكا غلطت مشاع روحه تعقد في وليد تعقد سي فتحي خرجت فهمت قلت له صاحبي في بالك شفت شكون قلت له شكون خرجت قلت له قال لي فلان قلت له برافو عليك هذاك هو لسانك صورنا كذا صمت لسانك كذا صمت الخمس اه لسان ربي ودي نحكي فيه احنا مش لعبة انت حياة وموت صح مش لا في هذا ولا في غير هو في غير لا في حد شيء في حد شيء كل حاجة مثلا احنا في الرابطة لا 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 كل حاجة بلاصتها احنا مو عندنا مصاري احكوا هلا لا لا في الرابطة نوع كل حاجة بلاصتها احنا في بلدية مش مشكلة هاي هاي احنا في شانتي مش مشكله hey. احنا في هوني كذا عم محمد وعليكم السلام. لا محمد. اسمي حوالك محمد. طب انا بعد العيد احنا. طب ناس عيد مبروك. كل عام وانتم بخير. عايشك. محمد عم محمد. محمد. كان في الخارج مسافر كان. صح علي كيف كيف. صح علي. صح علي يا اخوي. ولا بدل الجو. بدل الجو بدل النسمة على الاقل. ايه والله لا والله صحيح بعد العيد بل وجه الخير يجيب كان خير لا والله طيبة بالنسبة لي انا مش ما زلت نحكي فهمت تو حتى مثلا مش نعمل بيرو العملية في كذا انا بيرو العملية عز حاجة والله عز حاجة افكتيف هو خاطر كان المرة اللي فاتت وقت كما صارت لنا قعدنا في بيرو وحيد كما صارت لنا المرة اللي فاتت كما قعدنا في بيرو وحيد حصرنا وما مشينا قعدنا في بيرو وحيد وقت كان يبدا حاجة اكيد محطوطة كنت ايه على الذمة عز حاجة والله عز حاجة مجلس بالامانات نسمع انا نعمل لنا اشياء اللي مش لازم الحمد لله لا أم انت مع ناس والناس هذه مش راهو بالسهل انه توجد ناس تعبه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا خمسه 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 ولا حاجه انا ما عنديش مولاه الحاجه هذيك نستاذن مولاه قبل والله يتيح على حد على حد ليه تلعب معايا انا شكون والله العظيم يتيح الله اعلم تصور لا ما ادري يخسر نتعلم والله نتعلم تو كان مثلا تحكي معاه مثلا اي انسان هاي وعمل له عمليه تحكي والقرآن والرحمن والدنيا زي ما نذكر وبالله العظيم انا في احلف لي بالدنيا كلها العاد صار فهو كذا يا ولد كل حلاف كذاب زي توقفنا احنا ما عادش نحكيه
يلزم راهو يصير بيناتنا سو تفاق لا الاختلاف يصير وكذا مش لكن كل حاجه بلا سطح في فتحه لا كل حاجه بلا سطح هذه هي برنسيب مش الاختلاف يصير نجم بعض الاحيان حتى الحمد لله رب العالمين مثلا هذه البورتابل الثاني ويتبقى في واحد ما تعطيه فلوس يولي كم بدك من جد وهذا اللي كان عندك انت صفة عامة الدنيا كلها ولا ما عادش فيها مدى الكل تجي عامة مبدا وانا واحد تقول انت يقدر القاضي ولا عارف في حاجة ويتابع بعض المقابل نتاعك تقول انت راني ما عنديش ولا كذا ولا يدور كلفة اخرى يحاول حاول يبتزك يستعمل وسيلة ابتزاز واحد نقولوا بعضنا نفهموا بعضنا حتى في الناس اللي انا من جيت انا باش معناها تردون حتى انا مش موقفهم اي اي انا عملت اللي باش نتكلم وهي كل حاجه بلاصتها لا حتى ما انا شوفها مشروع فهمك 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 صفتك فهمك كل حاجه في اطارها تقعد ثم اللي يروجي في فتحها ثم راهم لا سبيل اليهم يا خلت لهم حد كما قلت كل شيء يقعد في إطار ثم الدليل يروج خط أحمر أنا فاضي فاسد إن شاء الله عبيدهم كلهم بشتركوا إن شاء الله نرجع الموضوع للصفحة أعطينا فكرة شوية على صفحة ثمان إدارة لا شبيك ما قلنا الشنط بتاعه في إزالة منفذين لا تنعرفوه كل شيء وغادي تنعرفوه ها عنده مشروع كبير في هذا المنزل هاي حديقة المنزل حديقة المنزل شنو هي بروموسيون موبيليير حديقة المنزل مشروع 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 بني الموبيل ممكن تنعرفوهم لا اكبر منها معناها كبار كم عرفتهم الوين يصيروا او عارفين في التالي الواحد نتاعهم خطوط الحل معناها في الضوء تنعرفوهم بذا لا كهلا سلح الله سلح الله سترمى أكيد خذت مرة تيتي معلومة قلت لي شاكيك وتتعين لا وعنده مانا حتى غادي تدور في الله يبقى مانا عساسة طلع لينا ما عساسة في الله صحيح شفنا ربطنا هم فين في الواحد مثلا في الجارة تلقى مناش هو برشا مرات تبقى واحد هيك سمعت بس فكرت ما عندكش معلومه يلزم خاطر شفيق الزراعي صحيح هذا الشيء شنو نقول لك بالضبط حتى وقت اللي استغل الفرصه يبدا خارج وحده صح سمح لي هذا الشيء اللي راه نقول لك احيانا يلزم انت تضرب الدم اي اي شوف فهمت شوف وياك عاد الثاني شوف صفات الحاجات هذوما راهم نجم نروح في أي كوتين أي فرصة في أي وقت نجم نعملها نتوقف لنا أقوى فرصة لا يلزم الفرصة تكون بداية أي ما نتبه ما نتسرعش لا ما فيه إذا خطوا بعض أحيان نقول سيما نتوقع حتى تلقى شيء هيك الضربة هو إن شاء الله في طقس ممطر يبدأ ولا حاجة مطر تبدأ حاجة كي هو خار خلع بدي أوكازيون كما هكا أحسن حاجة ياسير دي تبدأ فرق هو صفات هيطلع في قسم الله كرهبته يستعمل كرهبته كويت فما بلايس يتو من كل متعزي سامحني عليه سامحني نحن مش نرجع احسن مهم توا في البيت انت
ايه نشد انه ما نقدر في دورنيه دوكا احنا المقدم قبل العمليه كلها دراسه دراسه ليه وشريك دراسه ما تجيش وش تفيد ان الواحد طعف لا ما نشروش لا 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 دراسه بليك كل شيء شفيق مصالح المنايا ولا ولد المنايا ولا خباس ولا حاجه اخرى شفيق لا لا ما شوي من احنا لا اسال امانه دورنا خلفيه فرق متعدد فرق ودم معناها خلينا نتاع مونتاج متعدد فرق على يموت يا شيء هاي يموت يشد قداش معناها هاي مش يا شوي لا ضرب لي ده وعد وعد ونفس الشيء مع ابو بهلي نفس الشيء اما جبالي جبالي غني تفتيح منه حتى على عامين ثلاث سنين حتى كما ماشي تفتيح منه على عامين ثلاث سنين اربع سنين مش شبك ورقه حتى على عام هو مش يتربى ومش يربى غيره صحيح وشبيك جبالي مش هذا برنامج شبيك جبالي خاطر اعطاك خنتي ايش يتضرب ضربه قوي شبيك المجموعه الاخيره ان شاء الله تحكيك اي ما فات معناها يقولوا مش انت عادي ما عادوش طب واحد ساهم كده عادي ما كنت فتح كنت في سولة من العرب إلى فرق نوع من العيد عرب عادي عادي هذاك في سوسة سوسة عمش في فرص أنا قال لي أنا ما عارف كنت معناها في شيء لا ما احنا لازم نوصل معلومة لأولاد مش لأولاد يفهم أقول لك هنهم اللي بش يتصفاوا وهنهم اللي بش يتوكلهم بروسهم أقول شبه فاهمين هو لا سمح ليش معك كده البيت كل مهمه مش تقول له عليه يا ابني مش يجي يقتل لك واحد ما حدش مش تقتله مثلا هو تو يخدم على خنتيش وعاد بولي ما تبدوش على شفيق الجريان كده مش عارف لا احنا اللي عاد خنتيش طار بولي وبعد عاد اللي شفيق الجريان ولا هو ما يخدموش مثلا انت ولي مثلا انا ولي نحن هو شفيق وهم هو على خنتيش ولي خوار مش يوم مش بكل عارفين الروح صح مني انا شكون هو؟ بعد كل اه باه نسيتش هم اه باه سي بون سي تو تو البريود هذي نتاع بدا كمال طيف كيف الضرب لقطة نزل على كمال طيف تو كان ما اعتمد على ما اعتمد على واحد شيء لا فما ايه كما قلت سي عند شكون ديني يقول لك مخبي عند شكون تلقى اما فلوس مهمه دي عندك اي عنده هو بتاعه هو وبتاع الشيء هذا اللي هو خده ثلاثه مرات صحيح مو قلت عليه شيء وقت اخذت له تو مضروب خاطر انا ما هوش جايبين له خبره انا مع الخير هاي ايه ايوه مش مشكل خلي يجي كل شيء هو نفسه مضروب يجي في وقته طويل ما كانش عمده خير هو يعمل منه عمده خير لا عمده خير خبي عنده ونفيقه معناها اي والله ليه وتوا صالح المناعي ما نساوه اه نرد نحشي شيء اصل كنت بسلك وما فات قلت كل صفات حي خارق العاده باللي عندي يدوس يتحب نعطيه وقته باش تجيبوه له او راهو المناعه مثلا نديك له منه طريق كل مره ندي له حويجه اتمسك في بالك هو ايش عمل هو توا في بالك هو ايش عمل احنا في الاشواق هو عمل انونس حش ب 100 شوفور اي فهمتني اي باش نمشيو احنا باش نفرق باش نمشيو احنا على اساس شيء تيجي سيرفيس عندنا الشوفه اي فهمتني تقبل منه ولا لا كينا تدق الرحمن وقال نقبل ما يتعلموا معه مش مش نكلموه هو نحن فما الإدارة متاعه الإدارة متاعه إذا دقهم الرحمن وقال نقبل سنين نقول له يتنشو فر إكرابهم ويزون جان فيها ممكن ذلك هذا كلها تحت الصرف له شرايك ونبقى لا احنا المهم في الأخبار الأخبار هم مش يجيبولك أخبارك مش هذا كان خدمه مع شفرة نحط ثلاثة أربعة لا أخبارك هذا هو يقول لك هذا هو ثلاثة ولا أربعة ما هذا ما شنو هاي
نور الدين الحشيشة معناها كيما بعدين نتعاملوا معاه كيما مع كيما باش نتعاملوا مع شفيق الجرية مش كيما نتاع الخنتاش وعاد البهلة. لا يا أخي يا أخي مش كيف راهم. لا 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 علاش أنا ما شفت الفرق مثلا بين صاحب المنيع وشفيق الجرية. اليوم أنت اكتشفت البارح اللي شفيق الجرية عامل مجموعة نتاعو. عامل مجموعة صالح المنيع مش عامل مجموعة. احنا نمشيو حسب. هذا شفيق أخطر من صالح. لا معك معك ولا صالح حكي. كيف يا أخي؟ احنا نمشيو حسب مش يحب سي فتحي. أنا قلت لك. شفيق مش يعطي اللي حاشد بيه مش متراك متراك هيك المكلات تبل هذا الدار اللي يلزم معناها نشوفه دار النقاش.